المختطفون في رمضان، المعاناة المضاعفة التي تتكاثر بعيدا عن عيون الإعلام والمجتمع المدني، خصوصا في تلك السجون السرية حيث لا صوت فيها إلا صوت السجان وأنفاس المختطفين. النداءات المبعوثة من قبل المنظمات الحقوقية في رمضان حملت مضامين تتعلق بالمعاملة اللا إنسانية التي يتعرض لها من أسمتهم بالمحتجزين، وهم الذين تعرضوا للاختطاف القسري من قبل سلطات غير قانونية. منظمة هيومن رايتس ووتش قالت إن شهر رمضان المبارك يتيح لأطراف النزاع المسلح فرصة لمعالجة المعاملة غير المشروعة للمحتجزين. وطلبت المنظمة أيضا في بيان قوات الحوثي وصالح والقوات الحكومية اليمنية وتلك المدعومة من الإمارات بإطلاق سراح المحتجزين تعسفا. تأكيدات المنظمة حملت مضامين لها علاقة بحقوق المختطفين، من بينها إمكانية الاتصال بمحامين وأفراد أسرهم والكشف عن مصير المختفين قسرا ومكان احتجازهم. إطلاق سراح الأطفال وغيرهم من المحتجزين دون داع ومحاسبة المسؤولين عن سوء المعاملة للمختطفين كانت ضمن المطالبات التي حملها بيان المنظمة المهتمة بحقوق الإنسان في بلادنا. على صعيد الذاكرة، وثقت هيومن رايتس ووتش الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من قبل قوات الحوثي وصالح والقوات الموالية للحكومة وقوات الأمن المدعومة من الإمارات في الأجزاء الجنوبية والشرقية من البلاد، بما في ذلك محافظات عدن وأبين وحضرموت. فيما يتعلق بقاعدة البيانات، قالت المنظمة إنها لم تتمكن من تحديد العدد الإجمالي للمحتجزين حاليا، لكن المنظمات اليمنية غير الحكومية تقدر ذلك بالآلاف. حضور المختطفين في النداءات الإنسانية وبيانات المنظمات الدولية يبدو جليا أكثر من أي وقت مضى، غير أن لا جهود دولية حقوقية لإطلاق سراحهم، خصوصا جهود المبعوث الأممي الذي لم يعد مهتما بملف المختطفين كما كان عليه في المحادثات.